يكون تيبات عليه هذا الراجل انا نغرقو برجلي انا نورك عليه حتى يغبر. وهذا الراجل اللي تما تيعرفوش هما راه هو اللي نقدني انا حتى انا نقدني حتى انا كنت بغيت نكون عرضه ديال هذا الشيء حتى انا راه با دفعني ورماني وما عقلش عليا وهو اللي جابني ونقدني وجوجني ودار لي الحلمه الدنيه ودار لي ورقيه ودار لي ما يمكنش هذه ما يستحملها لك حتى اي عقل. خويا باري خويا داير لي مغتصب 10 واش خويا تي عنده الشنيور؟ خويا راه ظريف وديما مرتو معاه وديما ولدو معاه وخويا تيدير الخير. انا اسمي فاطمه الزهراء الرجانة تيقولوا اختصبني مول تريبورت ورا ما ماشي جينا والو عمرو قاسني في حياته تعرف تنعرفوه بحال خونا. اشنو وقع لك فاطمه الزهراء؟ احكي لنا شنو وقع. قاوني ديجا تاني سمستري سنو داوني صافي. واش هذا السيد بالفعل انه كيعطيكم التيديا وكيديكم كيتكبس عليكم؟ لا. واشنو شكون سبب في هذا الشيء هذا اللي وقع لهذا السيد؟ ما عرفت شكون. واش هاد السيد عمرو تكرفس عليكم؟ لا. كيعطيكم بالفعل التيليا؟ لا. وشنو سميت هاد السيد هذا؟ ابراهيم. صافي هاد السيد ولا يعرفوني. هاد السيد ما كيوقع لكم معاه والو؟ لا. انا سميتي فاطمه الزهراء السراج اللي تيقولوا باللي مول تريبورت تقبع هو ما دار معنا حتى حاجه هو بحال خونا بحال بوانا تنتلاقاو معاه في المجنفي تنعرفو ما تنعرفوش من غير هادشي ما عمرنا مشينا مع هادشي بلاصه بلي ما تعطينا لا الجيليا لا فلوس لا والو تنعرفوك بحال بوانا تنتسلمو معاه صافي ما تنجيرو معاه حتى حاجه كبحال ما هكا ما تعطينا ولا فلوس لا والو كما كان فينا الجوع كنمشيو كنقولوا ليه فينا الجوع تعطينا ناكل شي حيضه من راسه وتعطينا لنا حنايا صافي ولكن هذاك السيد ما عرفناش كنا نطيحو في هادشي بلي هو ما دار لي حتى حاجه. واش بالفعل فاطمه الزهراء هاد الاخبار اللي راهي جايه بان هذا السيد كيعطيكم التيليا وكيديكم كيتكرفس عليكم في النواحي نتاع مدينه مراكش؟ لا ما عمرنا حنا ما تفوتنا مع شي بلاصه وما عمرنا ما عطانا تجليا لا والو وهادشي ما كاينش هاد الهضره ما كايناش. شنو سميت هاد السيد؟ سميتو ابراهيم. فين كتلاقاو معاه؟ كنتلاقاو معاه في مدينة. شنو نوع العلاقه اللي بينكم وبينه؟ والو كبحال خونا كبحال بوانا تنحسبو حنا بداك الشيء كبحال هكاك تنحسبو. وشكون شكون اللي بيورطو في هاد الملف هذا؟ حنا ما عرفناش شكون بيورطو. ها؟ لا ما عرفناش. دابا من خلال التصريح ديالك كيبين بانه هاد السيد زعما بريء؟ اه بريء هاد السيد ما عمرنا ما درنا شي حاجه كون دار لينا شي حاجه كنا قلناه. دابا انت والصديقه ديالك كتصرحوا بانه هاد السيد هذا ما تكرفس عليكم ما والو. اه ما تكرفس عنا ما والو. واش بالفعل انه ما تكرفس عليكم ولا انكم تراجعتوا على الاقوال ديالكم؟ لا حنا ما تكرفس عنا ما ولكن صاحبتي فاش كانت تهضر ديك الساعه ما كانتش الوعي نتاعها. انا جميعه بلال مرت الجوج ديال ابراهيم ايت بن ناصر اللي وفقوا ليه التهمه تاعت هو خدام في هذا الموتور بالزبل نط هذيك البروشه قل لفقوا عليه وداروا ليه التهمه ديال طلي اغتصاب قصير وانا راجلي ما تيباتش عليا فشي قنت وتنخدم معاه هذاك النهار مشيت بيت نقري ولدي ملي مشيت نقرا نقيد الولد صدق في العشيه قالوا لي لا تعتقل ابراهيم بن ناصر راه ملفقين ليه تهمه تاع القصير وانا هذا الشيء راه ما كاينش منه حتى حاجه واش الجوج اللي تتكوني ساكنه معاه وكل شيء ما تيباتش عليك في شي قنت انت وياه خدامه وانت اي انت وياه ما تيفرقكم حتى حاجه تنخدم معاه حتى في هذه المدينه والمخير فهنا يقول لك واش ما تنخدمش معاه وديك الساعه الا كان هذا الشيء يصيفطوني حتى انا معاه. شنو السبب لانه خلاو الناس انه يقول لي هذا
حيت هاد الوداديه ديال البرنس قالوا لي تمنع انت ما باقيش تدخل البرنس بالموتور ترمي لنا الزبال وهادي وهادي، وحنا ما عمرنا رمينا الزبال لا حتى حاجه. ملي قالوا له قال لي واحد النهار قالوا لي النوبه الثانيه الراجل ما دارش منا دار بالناقص، هذاك الشيء فاش تنعيشوا حنا؟ الا خطانا هذا الشيء ما غدناش فاش نعيشوا؟ واش نمشي نجيب ولدي ونحطه في جامع الفنا ونقعد نسعى به؟ نخرج راجلي حتى هو يعود يبيع شي حاجه اللي ممنوعه ولا شي حاجه اللي ما كايناش؟ ها ما كاينش اللي يقبل هذا الشيء. حنا بين الحلال وبين باش نعيشوا ونكبروا هذاك الولد، ولد واحد اللي عندي. كيروج ان الزوج ديالك قبضوه مع واحد القاصر. هنا قلنا حنا قبضوه مع القاصر، قبضوه معاه في شي دار. كاين الدليل من غير من غير شي دار. تيثبت الاجرام هو في الدار. فاش تيثبت الاجرام؟ ماشي في الزنقه. انا غادي نتلاح معاك في الموتور وقول لي انت هذا هو الاجرام هو هذا. نركب انا معاك في الموتور وقول لي انت راه دايرين معاك وفاعله معاك. ما يمكنش هذا الشيء. ما خصهاش شنو كتواجد معاه في هذيك الوقيته. هذه بلاصتهم، ما كاينش شي واحد في بلاصتهم، يلا حداه وتلتازي ودايما تيدوروا غير هنا نوريهم لك وحده وحده، وتنعرفهم انا اي وحده. الجوج ديالي تيعطيها 40 تيدور معاهم، اي ثاني تنهضر معاهم، ثاني تندور معاهم. تنصرح لنا بانك انتم محتاجينه والزوج ديالك كيف تدور معاهم؟ ديك 40 على انا ها مسكين ناعس تحت مسكينه، مسكين تيعيش مع مسكين. واش كاين شي واحد اللي ما تيعيشش مع مسكين؟ ما كايناش هادي. البنت تشم الدوليه، ها حنا غادي نشمو الدوليه وغادي نتلاح لك انا فوق الموتور وتقول لي لا غادي تدفعني غادي نجي نركب معاك. بالفعل ان الزوج ديالك يديهم للمنطقه ما تيديهمش. واش كاين شي جوج اللي ما تيباتش على مرته من شي بلاصه وتنخدم معاه وتندخل انا وياه الموتور؟ ذاك النهار اللي بيلصقوا لي التهمه كاينه انا في الدار بغيت نقيد واحد الولد عندي صغير عنده 3 سنين بغيت نقيدو في الروض، صبنت حوايجي قلت ليه اليوم ما غاديش نمشي معاك، كاينه هادي ولا ما كايناش؟ واش هاد الشيء ما غاديش نقعدو كاع حنا ما نديروش؟ ولا مخيره تيشوفني انا وولدي خدامه معاه. واش كاين اجرام؟ البوتور عامر بالزبل والبنت حداه وفي وسط جامع الفنا كاين شي اجرام في هاد الشيء؟ يلا واش كاين شي اثبات؟ واش غير غادي نشد انا واحد من في وسط جامع الفنا وسط البشر تيشوفو بغيت نلبق ليه تهمه؟ هاد الراجل ما داير حتى حاجه، راه غير صيفطوه ظالم من هكاك. والمخير يشهد عليه. واش كاين هذا الشيء؟ تنطلب المسؤولين يحققوا في هذا الشيء. والبنت راه تتنعسي في الزنقه، يكون هذه البنت جابها من شي دار ولا كاينه في شي دار ولا تبتينا في دار. البنت كتنعس في الزنقه، واش اي بنت كتنعس في الزنقه نتكرفسوا عليها؟ ما غاديش نتكرفسوا عليها، ما يمكنش نتكرفسوا على اي بنت. واش غادي نخلطوا ونتكرفسوا على البنات؟ ومن اللي يتكرفس على هذه البنات؟ علاش بغا يجيبني انا نخدم معاه؟ يلا ديرني فحالك انت. واش انت واحد خدام في المدينه بغى يجيب مرته وهو بغى يتكرس على الدريات القصيرات وبغى يجيبني معاه انا نخدم معاه؟ ما يمكنش. حتى عقل ما تيستحملها. الراجل اللي تيبغي يدير الفساد ويبغي يدير يخرج على الطريق ما غاديش يدير مرته في جنبه. واش هذا راه دليل؟ هذا اللي تيكون حداك مرتك وخدامه معاك، نهار سكت نهار مشيتي تصيفطوه يكون تيبات عليه هذا الراجل انا نغرقو برجلي انا نورك عليه تيغبر. وهذا الراجل اللي ما تيعرفوش هما راه هو اللي نقدني انا، حتى انا نقدني، حتى انا كنت بغيت نكون عرضه ديال هذا الشيء، حتى انا راه با دفعني ورماني وما عقلش عليا، وهو اللي جابني ونقدني وجوجني ودار لي الحلمه دانيه ودار لي ورقيه ودار لي، ما يمكنش هذه ما يستحمل عليك حتى اي عقل. انا دخلني لدارهم حتى ورقه حتى حاجه حتى بحاجه ما عندي. وبرا ما خاصو حتى خير، وصدق دافعني للزنقه باش نولي عرضه ديال بحال هذا الشيء اللي تتقول انت دروك. وجوجني على سنته ورسوله، وحتى انا ملي شفتو هكاك ضحيت معاه وقلت له بغيت نمشي نخدم معاك ما يخدمش معاك شي حد، قال لي مرحبا. والراجل اللي بيدير هذا الشيء ما غاديش يخدم معاه مرته. شنو كطلبوا المسؤولين؟ تنطلبوا بيطلقوا لي راجلي، راه ما عندي هي من غيره، راه هو امي وهو با، وهذا الشيء ما منه حتى حاجه. الله يجزيهم بخير. السلام عليكم، انا الاخ ديال ايت بن نصر ابراهيم المتهم ب10 ديال البنات اللي مغتصبين في مدينه مراكش. وفي الحقيقه خويا مظلوم، وان الناس راه غادي يعرفوا واش ابراهيم مظلوم ولا ما مظلوم. الناس راه كيقولوا ابراهيم الله يعمرها دار ولا طلع هو هذا، وخويا راه مظلوم. والسبب ديالو هو واحد رئيس الجمعيه تيقول ليه ما باقيش تدخل البرنس بتريبورتو، وخويا تيدخل تقيل عليه هذاك الخناشي اللي كيهز ودار دابا الشاريو
وهذاك السيد هو اللي ظلم خويا. جا لقى واحد السيده واقفه معاه كتشم التيله واقفه حداه، قال لهم هادي راه كيدير لها وكيدير لها خويا، ما داير والو، خويا بارئ، خويا ما تيتعداش، خويا ديما مرتو معاه، ديما ولدو معاه، وخويا تيدير الخير مع الناس، ماشي ظالم. وانتم راه غادي تعرفوه واش كيتعدى ولا ما كيتعدى. الا كان تيتعدى في لي كومونتير كتبوها، ولا كان خويا مزيان كتبوها. انتم راه كتعرفونا، حنا في المعارة عندي انا مكازا ومخليها، وجي كنجمع لخويا النفايات ديالو باش البهيمات ديالو ما يموتوش ليه. واللي تعدى على خويا الله يجعل سيدي ربي ياخذ فيه الحق. والناس راه شاهدين، اما كلهم المدينه كلها كتقول بان خويا ابراهيم بارئ، وان هذا السيد اللي كان حيله وسباب الله ياخذ فيه الحق. شنو كطلبوا من المسؤولين؟ انا كنطلب غير الحق يبان لخويا، وهذا السيد اللي ظلم خويا انا غادي نبقى تابعو تيبان الحق. انا عندي ما ندير، كاينين الناس كاينين غادي ندير شكايه بهذاك اللي دار الفيديو لخويا. هذيك البنت كتشم التيليا ومبوقه وكيقول لها قولي اش كطالبي لهذا السيد، وكتقول لهم هي انا بغيتهم يقبضوه. خويا مقبوض باطل، وهي تتقول لهم مع التبويقه تتقول لهم اه باقي بيتهم يقبضوه، وتيقول لها واش خوك داروا ليه التنازل، تيقول لهم اه جاو عند امي وكذا، وتدخل وتخرج في الهضره. حنا هذيك البنت غادي نجيبوها، يجيبوها الصحافه تكون واعيه وفايقه باش تقول لكم الحقيقه. خويا مظلوم وغادي يبان الحق ديالو ان شاء الله. وراه كلكم كتعرفوا مصطفى صرصر اش كيسوى، واش كيتعدى، وراه حتى خويا كيتعدى، لكن انا كنتعدى حتى خويا راه كيتعدى. خويا بارئ، خويا دايرين ليه مغتصب 10، واش خويا عنده الشنيور؟ خويا راه ظريف وديما مرتو معاه وديما ولدو معاه، وخويا تيدير الخير. الاولى بعدا غادي تسولوا على مرتو واش كانت في المدينه، واش كانت في جامع الفنا، واش قاد لها اوراقها، واش قاد لها العقد، واش دار معاها الخير، واش في العيد بشهادة الناس. خويا كيدور نهار العيد كيدور بالتريبورتو ديالو وكيقلب على الناس اللي ما فحالهمش وما معيدينش بشهادة الناس الاخرين، راه غادي يشوفوهم الصحافه وغادي يقولوا الحقيقه. واش خويا شمكار؟ وديك الكلمه اللي دايرين لخويا كي بلا ما نقولها، المهم راه الله راه فوق كل شيء، وراه الله راه غادي يبين الحق، وراه خويا راه غادي يخرج ان شاء الله بإجداد بجهد الله ورضاة الوالدين. والسلام عليكم.